لكن لو بصينا على احصائيات الماتش كله هنلاقي انه شوطه واحده بس على المرمى للفريقين طول لا لا المباراه، يختبر على دي في الحارسين الدقيقه فعلا. 87 بتاعت حسين الشحات حسين اللي هي التصويبه العاديه يعني. ف ده افراط في الدفاع او الحذر من جانب المدربين كابتن جولر. خليني اقول لك برضو استاذ هاني، دايما في المباريات النهائيه او المباريات الاقصائيه لابد من التحفظ الشديد. تمام. زي المباريات النهائيه دي للانديه او الادوار الاقصائيه، لازم تبقى مدرب منتخب. مدرب المنتخب دايما يا استاذ هاني ما عندوش الشراسه الهجوميه، ما عندوش المجازفه. ليه؟ لان دايما بيلعب بطولات مجمعه وخروج المغلوب، فخروج المغلوب او الادوار الاقصائيه او النهائي بالنسبه للانديه لازم يبقى فيه التحفظ الشديد ده. اعتقد ان كلا المديرين الفنيين خارجين راضيين عن النتيجه تماما. سواء كولر هيلعب وهيخلي طبعا اكيد هيبقى فيه يعني تحسن شويه، او اتمنى او ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي ان بناء الهجمه يكون احسن من كده شويه، والادوار الهجوميه للاعبي خط الوسط تكون احسن من كده، عكس مدرب الترجي التونسي كاردوزو اللي هو هيلعب هيقفل كويس جدا وهيلعب على الهجمات المرتده واستغلال الكرات الثابته اللي فيها تميز شديد جدا لطلوع قلبي الدفاع، اللعب بيلعبوا براسهم كويس جدا يطلعوا. يعني هو هيعمل حاجتين، هيلعب هيقفل كويس جدا، هيلعب على الهجمات المرتده، تمام وهيحاول ياخد فاولات حوالين صح ال صح 18 تنقله. او ده كان اسلوبه الكرات قدام سان الثابته، داونز على فكره، ده كان اسلوبه في ماتش سان داونز اللي في بريتوريا. ومتميز فيه. فعلينا الحذر، كل الحذر من الكرات الثابته، الحذر كل الحذر من الهجمات، ان احنا نتفرغ للنواحي الهجوميه بس. وزي ما قلت لحضرتك قبل كده وزاني، في حاجه اسمها الوقفه الدفاعيه في الحاله الهجوميه يا كابتن رضوان. لابد من المدافعين واحنا في حاله هجوم يقف مصحصح ما يتفرجش. ما يتفرجش، لان لو اتفرج ممكن نتضرب بهجمه مرتده او يبقى فيها مشكله كبيره جدا. واحد رايح رامي ربيعه مثلا يشنكله من ورا ياخد طرد، ان انت تلعب ناقص واحد برضو دي هتبقى مشكله تمام كبيره جدا. خصوصا كان في كمان النهارده من عبد المنعم حاجات غريبه جدا يعني بيعملها، تحس ان مفيش تركيز، متكرره بصراحه هي مش النهارده متكرره، بس. موضوع الاحتفاظ بالكوره وموضوع الثقه الزياده. احسن مدافع في مصر ويلعب في حته كبيره في اوروبا، لكن لازم يركز، لازم يحس باهميه الموضوع، ما يستسهلش الامور. انت بتفسر ده انه عدم اهتمام بالموضوع؟ لا لا يعني لا هل واصل لمرحله انك تلعب في الاهلي منتخب مصر وبتلعب نهائي افريقيا وتبقى مش مهتم، لا، ولا هو هو ده امكانياته اسلوب عاليه جدا، حياه؟ هو يعني امكانياته مش عاليه. ثقه زائده قد ما هو ده انا، لا يعني لا انا بحس ان هي جميل اصل ماشي. لو في واحد بينتقد كل هذا الانتقاد من الناس كلها ومن لعيبه كوره، يعني انتوا من محللين ونجوم عاشوا الحياه دي وما غيرهاش، والمدرب اللي معاه ما غيرهاش، معناه ان هو دي واضح انه دي طبيعه لاعب، مش ثقه زياده. هو حاسس بامكانياته يعني هو امكانياته عاليه جدا وحاسس بامكانياته دي، لكن